اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله امي النهارده في مثل يقول لك خليها سمك النهارده، بس لما نقول خليها سمك النهارده لازم نخرج عن المألوف، المشوي ردة، السنجاري، الزيت وليمون، الصواني، الحاجات اللي احنا شطار فيها قوي. عايزين جديد يا مغازي، حلو قوي. معانا رنجه وانا عاشق للرنجه بما انها طعمها حلو، وبسم الله ما شاء الله عندنا احنا في مصر بتتعمل كويس وبنصدرها وجميله، واحنا المصريين شطار في تصنيعها. الرنجه النهارده هقدمها بطريقه جديده، هعملها مشويه بالخضار ونشوف نعملها ازاي في الفرن بطريقه جديده خالص. يتقدم معاها خبزه مشويه او خبزه محمره اللي هو الخبز الصاج، ومعانا سمك فيليه شربيات هنعمله النهارده مشوي بالزبده والليمون، ونشوف نقدم الكريمه اللباني معاه ازاي. والاطفال الحلوين دايما يحبوا اطباق المكرونه مع السي فود. انا هعمل مكرونه النهارده شكلها حلزوني كده، يعني تعجب الاولاد الصغيرين. هعملها النهارده بالطماطم والزيتون، هتعجب حضراتكم برضو وطعمها لطيف وجميل. المشروب النهارده بقى بصراحه انا مش لاقي له اسم، فمن خلال شاشه القناه الاولى انا عامل مشروب ما بين البطيخ والصودا كده، قعدت افنن فيه وانا قاعد كده بتغدى. فالنهارده هنعمله مع بعض، وعايز مع حضراتكم الفوا له اسم، ايه المشروب ده من اختراعي يعني، بطيخ وصودا. مش هعمله ازاي الكلام ده هنشوفه في تفاصيل الحلقه. مش عايز اطول حضراتكم لان عندي تفاصيل النهارده، والنهارده خليها سمك، والسمك لما يكون معانا يوم الاربعاء عشان بنحب حضراتكم بنعيد الحلقه دي يوم الجمعه بعد الصلاه مباشره بتفاصيلها. تابعوا الشيف المغازي بعد دقائق معدوده، وبعد الفاصل اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. انا هستاذن مخرجنا الجميل نستعرض مع بعض المشتريات بتاعتنا عشان نفهم ازاي نقدر نعمل سفره بمقادير قليله جدا بمشتريات في متناول الجميع. وبصراحه كل اللي موجود على السفره من خير ارضنا، شويه طماطم اتنقيتهم حبه صغيره كده قد حبايه الفلفل، ليه هدف في الموضوع ان انا اعمل الخضار ده مشوي اقدمه جنب الرنجه المشويه او جنب السمك اللي انا هشويه دلوقتي. يعني تقديم خضار بيقدم خلي السفره بتاعتك غنيه بالخضار سواء فلفل او طماطم، ده الحاجه الجميله. معانا طبعا كزبره خضراء، معانا بصل وتوم، معانا بطيخه طلع ربنا كرمنا وطلعت حمرا زي الفل اللي احنا هنقدمها مشروب دلوقتي، معانا زيتون اخضر هنستخدمه في طبق المكرونه بتاعتنا، طماطم شيرو صغيره هنقدمها برضو مع المكرونه بتاعتنا، البصل والتوم اللي معانا كل يوم، ما ننساش الرنجه المبطرخه، وسمك فيليه قشر بياض. هو ده الماتيريال بتاعي. هبدا باول حاجه يا استاذ رحاب، مقادير الرنجه المشويه بالخضار، مقاديرها على الشاشه. رنجه حبتين في الكيلو، اربع حبات حسب عدد افراد الاسره، معانا بصل وطماطم، فلفل الوان، كزبره خضراء، عصير ليمون، زيت زيتون وتوم. دي المقادير البسيطه السهله، المقادير على الشاشه. وعيش صاج اللي هو الخبز الصاج او الخبز المرجوج او خبز الشراك، ده المسميات بتاعته في كل المحلات، ده موجود معانا هيشارك النهارده في الرنجه. حلو الكلام ده الجديد. الخبز ده هناخده بالشكل ده كده، ونيجي على الصينيه بتاعتنا اللي هندخلها الفرن، وبنعمل الخبزيه دي كده على شكل مستطيل، حاجه جديده يعني بالشكل ده كده. ادي واحده والتانيه دي جنبيها، يعني الصينيه دي هتاخد حبيتين من الرنجه. واحده واحده مع بعض كده عشان الموضوع النهارده في اختراع. ده العيش الصاج بتاعنا الجميل الحلو. طيب هنعمل ايه بعد كده؟ بنجيب الرنجه بتاعتنا، خلينا نخلي دول ورا كده لما يجي وقتهم. بسم الله الرحمن الرحيم، دي رنجه اهيت، نخلي الفيليه هنا كده وناخد الرنجه نشتغل فيها. هتعمل ايه في الرنجه يا مغازي؟ الرنجه دي احنا متفقين ان احنا بناكلها مخليه، نحط عليها زيت زيتون، نحط عليها طحينه، نحطها مع سلطه خضراء، ده الطبيعي. انما الجديد احنا مع حضراتكم دلوقتي. هنمسك الرنجه بسكينه صغيره كده، ناخد الراس بتاعتها اشيلها كده مش عايزها، ودي كمان اشيلها كده. عندي طاسه، ركزي في المعلومات اللي هقولها دي بقى والتركايه الجميله الحلوه. عندي طاسه على النار، حلو قوي، بحط في الطاسه دي شويه زيت زيتون، حلو. بعد زيت الزيتون بحط الروز بتاعت الرنجه، يا دلع كشيف. ايه الهدف من هنا بقى؟ حلو قوي، واخد الروز دي كمان بحطها في الطاسه،
الرنجة بتاعتنا ملحها قليل نقدر نقول. واسيبهم كده على نار هادية عشان الروس الرنجة ديت فيها مادة أوميجا 3 فيها قيمة غذائية عالية جدا، هتنزل مع زيت الزيتون، هخلط البهريز ده مع عصير الليمون وده هشرب بيه الخضار بتاع الرنجة. كده شرحنا الشرح التفصيلي أو النظري للموضوع. نيجي على حباية الرنجة كده بالشكل ده كده من ظهرها، ده الطبيعي، ونفتحها كده. ايه اللي جواها ده يا عم الشيف؟ بطروخ عايزه، بطن الرنجايه فله. البطروخ ده انا عايزه، هخليه على جنب كده وناخد حبايه الرنج زي ما هي كده نحطها هنا. الله على دلعك يا شيف، الرنجه متدلعه النهارده. تاني اللي ما خدش باله من الاولى ياخد باله من الثانيه، ادي حبايه الرنجه بنيجي في ظهرها كده بنفتحها. شيلنا الراس بتاعتها، ربنا كرمنا ببطروخ. ايه الحلاوه دي؟ ده البطروخ. زي ما هو بخليه على جنب، واخد بطن الرنجايه دي كده اشيل القشرتين دول والشعرتين دول كده زي الفل، واخليهم على جنب واحطها هنا كده. تسلم ايدك يا عم الشيف. ونشيل الخضار ده من هنا كده اللي عامل زحمه عندنا، ونكمل مع بعض واحده واحده. في بوله صغيره، اللهم صل على النبي، هنجيبها كده وناخد شويه خضار من اللي عندنا. احنا هنعمل حبايتين دلوقتي مع بعض، ركزوا معايا. الراس بتاعت الرنجه مستودع من اوميجا 3، مستودع من الدهون الفعاله، الدهون المفيده. انا باخدها دلوقتي بطريقه ذكيه مع شويه زيت زيتون بالشكل ده كده زي ما انا شغال. باخد شويه ميه كده حلوين. العب يا سمك. حلو تمام. معانا الكبه بتاعتنا الحلوه دي كده. عندي بقى يا شيف عود كزبره حلو اخضر كده، باخده بالشكل ده كده، بصل ناعم هنا، دي معانا كده زي الفل. خرجنا الجميل اهو، بصل هنا اهي، بصل وكزبره خضراء حلو، توم بالشكل ده كده، شوية زيتون أخضر بالشكل ده هنا كده في قلب الكبة. يبقى أنا حطيت توم وزيتون أخضر وبصل، معلقة مستردة صغيرة في قلب الكبة. الرنجة النهاردة بطعم جديد مشوية، الملح ملوش مكان بينا. آدي معلقة المستردة، حلو قوي، قرن فلفل حار، جوزي بيحب الحار، لو عندك حماتك ام زوجك اساليها، مش تبرري الموضوع بان هو بيحب الحار، ده مهم جدا. عود روزماري فليفر حلو كده في قلبيها، زيت زيتون يا عم الشيف، دول كلهم في الكب واحنا شغالين مع بعض. واضرب دول كلهم مع بعضهم كده، اللهم صل على النبي. مهم جدا لما تيجي تعملي حاجة جديدة تحط في الاعتبار ان الحاجة اللي بتعمليها دي ترضي افراد الاسرة، مش اختراع وخلاص، خلي بالك. والمطبخ له دستور وله قاعدة. زي الفل. ناخد الخلطة اللي احنا عملناها دي كده نحطها كده ونتفرج عليها، نقول ايه تاني بالظبط؟ مستردة، زيت زيتون، بصل، توم، كزبره خضراء. الخلطه دي حلوه قوي، بغذيها بشويه عصير ليمون معانا، اللهم صل على النبي، اهو ده عصير ليمون، وبحط عليها كمان يا عم الشيف معلقه من طماطم مبشوره عندي، واخد الخلطه دي بقى ادلعها اخر دلع زي الفل، ونقلب ده كده مع بعض، ما حطيتش ملح. ركزي معايا. اخواتي وحبايبي فرسان التلفزيون المصري، تاني الخليط ده عباره عن بصل وتوم، كزبره خضراء، عصير ليمون، زيت زيتون، مستارده مهمه جدا في قلب الكبه، واخد الخلطه دي واحطها في قلب الحبات الرنج بالشكل ده كده يا دلعك. ونفس القصه هنا، تعملي واحدة
تعملي اتنين، تعملي تلاتة حسب الرغبة. ايه الجديد يا عم الشيف؟ عندي البهريز اللي نزل من الراس بتاعت السمكة ده، فاكرينه؟ اهو ببعد الرز دي كده واخد ده كده شوية، ركزي معايا. وعلى العيش تاني. ده الجديد. قولوا معايا بقى كده بصوت عالي، اللي في الصالة يسمعنا واللي في آخر الدنيا يسمعنا، حقوق الطبع لدينا وبس على شاشة القناة الأولى. الرنجة الأول مرة تتقدم بالشكل ده كده. دي هتخش الفرن دلوقتي، العيش هيتحمص يقدد كده ويبقى زي الفل، شارب من صلصة الرنجة الجميلة الحلوة، الخلطة الجميلة اللي أنا حاططها خلطة منسجمة مع الرنجة. درجة حرارة الفرن عندي لازم تكون عالية 180. ايه المشكلة لما زينها بحاجة حلوة زي دي كده؟ عندي طماطم وعندي بصل وعندي فلفل عجبني شكله، باخد الطماطم دي بالشكل ده البرزنتيشن يعني من الآخر. باخد الطماطم دي كده افتحها بالشكل ده كده، وعندي فلفل رومي صغير قد حباية الطماطم عجبني شكله، بحطها هنا كده اهو، شكل يفتح النفس. طبعا الضيوف اللي عندك بعد ما ياكلوا اساليهم قولوا لهم انتوا اكلتوا ايه النهارده. درجه حراره الفرن 180. مخرجنا الجميل، النظره الحلوه. يلا مع السلامه. ايه اللي بيحصل في الفرن؟ العيش بيتحمص مع الرنجه اللي انا فتحتها من ظهرها وحطيت الخلطه المغذيه في قلبيها، كل ده مع بعضه يا عم الشيف. ولكن ما تنسيش معلقه مستردة، عصره ليمون، زيت زيتون، ده المزيج بين الخلطه علشان الزفاره وتستطعم الطعم ده مع لحم الرنجه. السمك الرنجه في الفرن طبعا لاول مره نعمله بالطريقه دي. تفاصيل تاني معلش نستاذن الاستاذ رحاب، مقادير سمك الرنجه اللي انا دخلته الفرن دلوقتي، لان هيعجب كثير من الساده المشاهدين، لان الفكره مش في الرنجه، الفكره في الطريقه الجديده. ازاي اعمل العيش بتاعنا اللي كان معانا من شويه، واذا ده مش موجود على فكره يحل مكانه العيش الصاج بتاعنا والعيش الشامي اللي موجود في اي سوبر ماركت، بتجيب اللقمه تفتحيها وتحطها بنفس الطريقه حسب الرغبه. معانا رنجه، معانا بصل وتوم، مستارده، زيت زيتون، عصير ليمون، كزبره خضراء ما تحطيش بقدونس، كل دول مع بعضيهم بنحطهم في قلب حبايه الرنجه بعد ما يتخلطوا كويس. نبص على الفرن كده مع بعض، ايه الاخبار؟ اللهم صل على النبي. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ما تبص لي بصه في الفرن كده وتصلي على الحبيب قلبك يطيب. شوف العيش لما اتحمص واتقمر مع الرنجه، هو ده الدلع. زي الفل. انا عايز اطلع واحده طبعا اغرفها علشان ادخل الصينيه دي في الفرن مكانها. نجيب سيرفيس حلو زي ده كده. اللهم صل على النبي. ونحط ده هنا كده. ونشيل ده كده زي الفل. الطبيعي لازم تكون مطبخك مترتب، ونطلع الرنجه الحلوه اللي بتناديني اهي اهي. بصي لي عليها كده، دلع للرنجه اهو بالشكل ده كده. رنجه معاها العيش بتاعها، عملتها بشكل جديد لطيفه لاول مره ممكن. ايه الحلاوه دي يا شيخ؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ اهو ممكن نغرفها بورقه الزبده بتاعتها. ادي الرنجه بتاعتي، طريقه جديده والله يا شيف، احنا اول مره نشوف الرنجه تتقدم بالشكل. مش محتاجه، هي العيش معاها، الخضار معاها، عصره الليمون الحلوه معاها، زي الفل. بص على الرنجه كده، جيبها لي كده مخرجنا الجميل فرسان التلفزيون المصري. للامانه والله السلسله بتاعت الرنجه طلعت لوحدها، ملهاش مكان بيننا. اهي بص التفاصيل، بص على التفاصيل اهي 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 دي اهي اهي اللي بيسال اهي. يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي، ادي الرنجه اهي خلصت اهي. الرنجه معانا مخليه على الخبزه بتاعتي، هقدمها في طبق كده اهي. معانا خبزه متحمصه كمان. الف هنا وشفا ليه اللي ياكل. الرنجه بشكل جديد وبطعم جديد. بصراحه الطبق قدام عينيا تحفه فنيه. لازم كل ما ابص لها لازم ادلعها.